الغربيه لما اعمل العمل يزيد قائمة نهائية هبطت في الرائد الرسمي، يهبط معها مرسوم. المرسوم في حد ذاته اللي كانوا يسموه مرسوم 97، تجمد المرسوم هذاك على انتظار اللي كونه السيد الرئيس باش يعمل لنا مرسوم منصف. مطالبنا الأساسية العايش الكريم اللي يحكي لنا عليه كيفاش باش يجسد لنا في مرسوم، ووقتاش المرسوم هذا مش يهبط، وقتاش ناويله. هو راهو شوف، نحن ولينا من كثر كيما قلت قريب 12 سنة، ولينا عندنا تو 8 شهور من 25 جويليه ننتظروا في المرسوم كأننا ننتظروا في وحي من السماء. ديما يقولوا لنا في اللمسات الأخيرة ما صار حتى شيء. ياك تشوف اليوم تسمع باسم لجنة هي اللي كانت موجودة فعلا وين اعتصمنا، ما صارت إقالة عبد الرزاق الكيلاني، عوضوه بمرأة أخرى في اللجنة هذه. راي اللجنة هذه تمشي له تقول لك لا عندي صلوحيات باش نعمل حاجة، لا عندي مرسوم، لا عندي قانون، لا عندي حتى شيء. أكثر إنسان ملم بالموضوع هذايا ويلزم يتحاسب عليه هي الترويكا، هي النهضة. واضحش خاطر في فهومك يشدوا. وانتم تذكروا مدام يمين الزغلامي، يعني راني نذكر بالأسامي، راو في الـ في الـ في الـ في, الـ في القصبة نهار اقتحمنا القصبة وحماد الجبالي خرج من غاديكايا وجاي هي باش تفض تقول انتوما ولاد شين من ولادك. احنا قالت باش نبعث امبيلونس نهزوا الناس نعالجوهم، بعثت امبيلونس هبطوهم قدام السبيطار وبقت الحاكم تستنى عالجوهم. تعرف معناها عالجوهم؟ دقدقوهم. طارق الدزيري الله يرحمه، صلاح الشريف، محمد مزيح، رضا زلفين، هذوما الكل كي مشينا القطر. كي مشينا القطر على اساس شنو؟ اساس الدوله، ما نعرفش الدوله شنو هي سياستها مع قطر ولا شنو هي معناها خذاونا غاديكايا على اساس معناها باش يعالجونا. روحت من غاديكايا وعادل بنغازي هو يشهد، جي صورنا في المطار حليت رجلي بالدود، قال لي يلزمك تروح تقص. شكون قص لي ساق؟ شكون بعثني يعني الغادي؟ شكون بعث؟ يودي راهو في الملف هذا وكان جي نحكي لك عليه تو يمكن شطر تونس نربطها لك الكل. انا واحد من الناس بعدت على قضيتي مشيت نعتصم على الارض باش ناخذ حقي في الارض، مواطن خاطر جهتنا مهمشه في سليان، نلقى روحي في الحبس، نلقى روحي نتضرب في الحبس، نلقى روحي نتهان. صارت عليا وسائل اقسم بالله انواع التعذيب تضربت في الحبس، تضربت وتمينوك تالي وتعذبت وتعفسوا علي بسقيهم مش حجمولي لحتي، دخلوني للسيلون في حبس السرس، دخلوني للسيلون اقسم بالله يضربوا فيا على راسي وعلى وجهي بالكف والمينوك تالي. حسيت روحي قدك. انا ركبت بروتيز المرة الاول، عملت كنترول عند الطبيب قال لي تطالب اني مش نزيدوا نقصولك في العظم. واضح بروتيز مشيت في الماء، الناس اللي عملت الخير ركبتها لك اللي مش يركب لك ويعاونك بارك الله فيه ويرحم والديه، وهذيك في حد ذاته راني نقعد رالو بها عمر الكل. سي بون العبد عمل عليك مزيه ما يكونش رزين على خلق ربي. وين دولتي؟ عندها شهرين تالي كلمته بالتليفون قلت له يا استاذ راه حقنا في رقبتك، اليوم نعاود هيك اما ماهوش بالتليفون، راه حقنا مخليته عندي شهرين في رقبتك، لكن راك ما عملت فيه شيء. عندنا مرسوم، مرسوم تاع ناس تحب تعيش من هنا، معناها من جرحى ثورة كمنطقتي في الأقصاب كالكل كأصحاب أرض. حلو 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 الملف هذا بالذات، خاطر راهو كلكم معلقين، دم العباد هذه كل معلق في أي مسؤول خدم، وخاصة تو بك أنت.